ما شاء الله حقيقة تحية لسمو الأمير فيصل بن مشعل. وحقيقة أنا أقول مثل هذه الأنشطة والله ترد الإنسان تنعش الإنسان، خاصة لما نشوف الشباب بدل فعلا قضية حياتهم جوالات وسيارات وروحات وجيات، فعلا برامج وأنشطة ومبادرات. أبو عبد الله تعليقك، أنت منتاجك، أنت هذا شغلك سامي إيه تشكره حقيقة الله. يعني أنا أقول هذا المقطع هو شغل أبو عبد الله، تصويرك ومنتاجك. جزء منه تصويري وجزء منه جاي شارك المصمم. طيب تعليق كذا، لكن المونتاج المونتاج هذا كامل. أنت ذكرت قضية التخصص، إن القصيم الآن صارت كل منطقة صحيح. متخصصة بشيء. يعني سمو الأمير زي ما ذكرت لك يعني، ولا الحمد هو قال كلمة أول ما جاء القصيم بالتعيين، قال سأترك الأفعال تتكلم قبل الأقوال. أنا ما راح أعطيكم مواعيد ولا أعطيكم مواد، ولكن بخلي الأفعال تشوفونها أنتم. وهذا اللي الحمد لله نراه. لذا القصيم في كل فترة في حراك. والجميل نقطة قوة الأمير حفظه الله وجعله مبارك، ان كل محافظه اعطاها تميز، يعني خلى التنافس اللي يصير بين محافظات القصيم تنافس تكاملي وليس تنافس تضاد. احسنت. انت اذا صعدت انا انزل، لا احنا مع بعض. فانت عندك ميزه مثلا المذنب السكريه الحمراء، ابكيريه مثلا عندهم جانب معين، الشيحيه عندهم الرمان، الصليبيه عندهم العين، وهكذا كل يعني كل منطقة تجد له تميز. لذا دعمها الأمير بهذا التميز. لذا القصيم ما يعني النشاط ما يغاب فيه، يعني كل فترة منطلق مبادر. شوف التمور الآن في بريدة صار كرنفال عالمي. طبعا التمور في القصيم عالمية وليست الآن صارت محلية. وليست خليجية. السكرية الحمراء بالمذنب صحيح. وليست عربية. الحمراء بالمذنب. على فكرة عشان المعلومة. لا. وذكرناها هذه أساسية. في معلومة حصرية عندي بس. أنا قلت رحت تمور الضيف جزاهم الله خير، كنت أتكلم عن التمور وأخذت لقطات، فوجدت يشحنون تريلا من التريلات، فأسأل صاحب تمور الضيف قلت له هذه وين؟ قال هذه والله ظنها البولندا ودول أوروبية. صحيح. فأصبحت عالمية. أنا مو أقول مو عربية، يعني بعض الناس يعرف يقول الخليج يأتون يأخذون تمور من القصيم، طبعا وفيه مناطق أخرى ما شاء الله فيها إنتاج وفير، لكن فعلا التمور عالمية وأصبح فيها من الصناعات. من نفس التمور فيها عشرات الآن الصناعات. أبو عبد الله أنا بعطيك من أحد الميزات اللي بما أني صرت المشرف الميداني في ذاك الوقت العام الماضي، يعني تخيل مجال مفتوح، بل عاد الشباب يعني كان المتوقع يجيب معه عامل يساعد. اي صحيح. يعني تخيل تقريبا اللي شارك في المبادره اكثر من 300 شاب. نعم. ما جاب احد استاجر عامل الا مره واحد شاب عمره تقريبا 14 سنه، لانه انخلط طويله. ما تتوقع ان لما تقول الشاب هذا اللي جاب العامل معه جلس، يعني قالوا خلاص بروح برجع لك بعد شوي، جالس تحت ينسق التمر. ايش معنى النسق بالتمر؟ يعني السكر يجيك مفتل، يجيك رطب، يجيك جالكسي، انواع، يعني ما يجيك ثمرة واحدة. فهو العامل ينزل هو قاعد ينسق بالكرات، يوزع، يصنف التمر تصنيفه، هو قاعد يشتغل معه. الجميل الثاني تجد كل مجموعة جاي من الشباب جايتهم 5-6، واحد معه العزبة صالح قهوة الشاي الرابع، واحد راقي فوق يخالف، واحد ماسكن السلم، الثالث الرابع ينسق. فهم مجموعة جايين داعمين بعضهم، قاموا جايين بعضهم من فويل، جاي من البهانية، جاي من مجموعة محافظات. هالخالية هذه أقول هذا اللي عشم الأمير فيكم، وأنتم بيضتوا وجه الأمير. يعني أحسنت. هذا الوجود جميل أبو عبد الله. وفي رقم سيد عبد الله اليوسف موجود عند أرسلت لكم إياه، هو رئيس اللجنة الجمعية القائمة على الشباب في المحافظة ومشجع وداعم، والآن شغالين عليها هم في المحافظة. جميل. خلونا نرجع. حقيقة أنا أقول ليست القصيم فقط، الآن جميع مناطق المملكة لو تشوف فيها حقيقة أنشطة، في برامج وفي جمعيات قامت، يمكن الآن مئات الجمعيات في المملكة ترى مستجدة هذه الجمعيات. صحيح. كلها وأصبحت يعني زي ما أقول كل دقيقة، أنا أتوقع كل دقيقتين في نشاط وبرنامج. أرجع للشيخ إبراهيم. أنا معلش يبدو أني أكلت البسر وسوالي البشر فصيح. ما شاء الله ما شاء الله، كلمة البشر فصيح. احنا نتكلم عن حسن. شفتوا طلعي والله ما شاء الله. وش اللي موجود الآن تتوقعون مهرجان الوقت الحاضر؟ تمور. سمعتوا ها التمور موجود لمدة شهر. حب وادي الدواسر. لا لا الآن مهرجان القطيف للربيان.
عجيب. نعم الان الان هذه الايام اي لانه قبلها التمور هذه فترته. لا لا هذه الفتره هو فتره التمور هي نفسها متوافقه مع مهرجان. عشان كذا انا اقول في كل في كل جزء في مهرجان. على أنا كلامي له الحقيقة على كلام انه كل الان يمكن كل يوم لو تطالع او تتابع تجد في اكثر من مهرجان واكثر من فعاليه. برجع للشيخ ابراهيم ابراهيم على موضوع الحسد. والله يكفينا شر الحسد. انا الان تعرضت لك بس انا بشترك انا قبل ما في قرات الاذكار خليني اذكر الله عليك اي والله سنين الشيخ ابراهيم ابو يزيد تم احنا متفقين كلنا على اهميه الاذكار والتحصين والى اخره. نعم لا شك انه احيانا الانسان يقول لما يقرا ويصاب فيكون المصاب اخف. نعم حول هذا الموضوع وفعل بالاسباب وفعل الأسباب أيوة. فعل الأسباب لكن نبقى على درجة التحصين هذا عامل مهم درجة وقوة التحصين. جميل. هذا برضه بشرح لكم. جميل. لكن لو سمحت لي ما ودي سكرية حمراء نفوتها سم. لو سمحت أنا من البلد الذي ذكرت أن المنب فيه مهرجان السكرية الحمراء. لماذا السكرية الحمراء؟ طبعا سكرية نوعان على نوعين سكرية البيضاء وفي درجات وكذا وفيها احيانا غش لعلمك السكريه يضعون لها مع الاسف بعض العماله وليس الكل ماده الخميره مع الماء مثل ما يعمل الكيماوي مع الماء فتكبر تصير كبيره وما يبقى قايل طبعا ايش يسمى المقصود ويبيعون بسعر اعلى. سكريه حمراء في الغالب انها تكون في المذنب اكثر نجاحا صحيح وتوفيقاً. سبب صحيح. ذلك التربة. نعم صحيح. قد يكون الماء يختلف شيء قليل عن الماء في أي مكان آخر فربما اجتمع أكثر من عامل سبب التربة والماء أو الأجواء متشابهة طبعاً هذه مسائل مهمة الثلاثة دي والخبرة في رعايتها لأنها تحتاج تلقيح بدرجة معينة ما هي زي النخل تلقيح أي تلقيح اللي هو التأبير بالفصحى والتلقيح كذلك فصيح. فهذا موضوع يعني موضوع يعني الحسد نرجع اليه كالشماسيه بعدين يقولون انت بس احنا لا صحيح هم متميزين بالسكريه الحمراء السكريه الحمراء هم متميزين والشماسيه بايش؟ لا لا كل التمور ما في كل التمور. طيب وش المناطق الثانيه ممتازه؟ لا سبحان الله شوف الخلاصه الان يعني هذه معلومه وفائده كان بالحسا وتنتشر في حتى لو ربطها في الجانب التربوي ابو تركي يعني شوف التمر هو واحد لكن في التعامل غير زي ما ذكر لك الشيء تربة غير اي نعم. فلاحظ السكرية لا يمكن تزرع في اي منطقة اخرى نعم تطلع أبداً. تجي لو جبت مثلا فسيلة السكر وزرعتها في الرياض تطلع تمر بس ما تطلع بالطعم اللي انت الفسيلة نعم. اي نعم السكرية ما نجحت الا في القصي في بعض التمور ناجح في اكثر مثلا الاخلاص في الاحساء الدرجة الاولى موجودة في القصيم وجيدة بس لا كتميز شوف الاخلاص الان عنده قدرة على النجاح بس مو بكل المناطق تجي أنواع التمور هذه فسبحان الله كل يعني اللي بالحسا الإخلاص هو الأجود أفضل الأفضل أفضل من أي منطقة ثانية أي كأجود أحسن الإخلاص لكن نجح مثلا في الحسا في شيء مشهور بس إيه يطلع بس ما يطلع نفس الطعم الخرج لكنه صار أكبر وأفتح وإلى آخر أي بس ذاك لا من ناحية الطعم ولا من ناحية التمرة ولا من ناحية الحرارة اللي فيها ما بها حرارة حقت الأحسا إذا نجح سبحان الله إيه. لذا في الغالب يصدر خارج في الخارج حق وأقل سكر لعلمك إيه نعم إيه أنا أقترح أجل اليوم نصيح حلقة عن التمور أقل سكر لا لا رأيكم لا بس جاء النخلة وطريقة التعامل معها ترى فيها جوانب تربوية كبيرة لا وفعلا شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن النخلة يقول أقرب يقول حتى النخلة إذا قطع رأسها تموت نعم. وعمر العمر حتى عمرها أظن يمتد إلى 80 هذه مقيدة سنة 80 سنة فيها ذكر وأنثى يا أبو تركي نفس الإنسان أيه وكل أجزاء النخلة يستفاد منها ما في شيء يرمى أو يعني يترك منها كل شيء يستثمر فيها ينتفع ينتفع نعم. منه نعم أحسنت